مساء الخير على الجميع وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم قانون اللعبة على القناة الرياضية، استكمالا للجزء الأول أو خلينا نقول في الحلقة السابقة في تدريب كرة القدم مع الكابتن أسامة المنصور. أكيد إحنا وياكم في الجزء الثاني لاستكمال ما تبقى من أسئلة عندنا، وخل على قولتهم نحط نقاط على الحروف أكثر وأكثر. خلوني أطلع بالبطاقة التعريفية حق الكابتن أسامة المنصور ونعود. خلونا نرحب بالكابتن أسامة المنصور مدرب قطاع الناشئين في نادي الكويت لكرة القدم، حياك الله كابتن أسامة مرة أخرى. عليك. نورتني في قانون اللعبة، وفي قانون اللعبة شرحت الكثير من النقاط. أنا بروح إلى سؤال وايد حلو اللي هو تأثير المدرب على اللاعبين. يمكن أنت في الحلقة السابقة قلت أنا أكون حريص بأن أجتمع مع اللاعبين في بداية الموسم، ولكن هذا الاجتماع لازم اجتماعات أخرى، لأن في مباريات ممكن تنتكس، ممكن تفوز، النشوة العالية تكون حاضرة، الانتكاسة والضيقة الخلق أكيد تكون حاضرة في مباريات أخرى، تأثيره دائما يكون مستمر. ولكن هناك معاونين ومساعدين أيضا، ومشرف فريق هو دوره الأكبر يمكن في هذا الجانب. فشلون أنت تقدر تألف وتتوالف مع هذه المجموعة من المساعدين ومشرف الفريق وتكون خير معين للاعبين؟ طبعا هذا أهم شيء في عمل المدرب، لأنه هو المفروض هذا مو دوره ولكن جزء من عمله. إيه؟ بس الجزء مهم جدا كتجهيز اللاعب. حلو. علاقة المدرب باللاعب، أنا أعطيك حالة صارت مو لي أنا. أنا سويت معايشة مع كابتن نبيل معلول المدرب التونسي في نادينا بنادي الكويت. فشفت حالة قدامي صارت بينه وبين عبد المحسن تركماني لاعب دولي. حلو. صراحة جبتني الحالة يعني. اللاعب شوي أخطأ في الـ في الـ في التكتيك بالمباراة. تمرين ودخل معاه شوي في نقاش بالملعب. حلو. بعد المباراة لامه ويسولف معاه ويضحك معاه. حلو. فقعدت مع المدرب وكلمته، قال لي لا تخسر اللاعب حتى هو شوف وصل درجة أولى. أنت بعد ما تسولف عن كلاعب صغير. بالضبط. لا بالضبط. درجة أولى يعني. فلاعب درجة أولى يكون ناضج بكل صح شيء يعني. صح. نفس الطريقة احنا عندنا في المراحل السنية. إذا اللاعب شفته أنا اليوم أنا محتاجه. أيه؟ وأخطأ في التمرين أكثر من مرة، طالع مثلا مود سيء، عنده مشكلة اجتماعية شرحها للإداري. صح. وأنا محتاجه في المباراة. أيه؟ لازم تحاول شلون تطلع القوة اللي فيه أو الباور اللي فيه، الطاقة اللي فيه في الملعب. نعم. وانت محتاجه، فانت تكلمه في اسلوب اجتماعي. طبعا بعد حصة تدريبية تجتمع معاه قبل الحصة. نعم. ويفضل انا دائما اتكلم قبل الحصة التدريبية. ليش؟ لان بشوف انتاجيته تأثر كلامي. صح. في الملعب ولا أثر لا. عليه ولا لا. فاذا شفته جاهز خذيته في المباراة. حلو. انا بكون واقعي اكثر من اكون مثالي، يعني المثالية في كرة القدم ما نعيش احنا داخل الكويت، يعني خلينا نسولف في اوروبا ممكن. القصد من هذا المسج اللي ذكرته، احنا مو مثالين في عالم كرة القدم ولا وصلنا اصلا حق المستوى الناضج في عالم كرة القدم. كمدرب واختياراتك للاعبين، في لاعبين يغيبون عن التمرين ندري، ولكن شوهم اساسيين، اللي يحضر التمرين يضيق خلقه. في عالمنا المحلي لكرة القدم احنا نعيشه وهذا واقع، ما ابي على قولتك نلف وندور نقول لا انا ما اسوي، بس الى اي درجة انا ممكن اتخطى هذا الامر واقول والله هذا اللاعب قاعد يفيدني على الرغم انه قاعد يغيب عن التمرين. شوف المدرب هذا يعني يعتبر ظلم في العمل. انا اقول بصراحة المدرب اللي يظلم يمكن ياخذ نتيجة اليوم. حلو. بس ما راح اتوافق له جدا. شكرا. هذا عمل. صح. بدام في بديل موجود اخلق المنافسة. ترى من نجاح العمل ان تكون في منافسة. صح. يعني على المركز نفسه، يعني مثلا اذا عندك انت باك يمين لاعب او لاعبين اخلق المنافسة بينهم، خلي لما يلعب يحاتي ان اذا اخطأت ترى راح ينزل فلان. صح. وهذا الجو المنافسة هذا يخلق دائما نجاح. منافسة على قولتهم مستمرة. بالضبط. والنجاح راح يكون دائم للفريق.
وايد لقطات احنا نشوف بالتلفزيون لاعبين الفرق نفس الفريق يتهاوشون وتصير عاد هذا المدافع طق المهاجم، هذا يزف، هذا يخانق. اكيد بالنهايه احنا بنقول حق مصلحه الفريق، ولكن دور المدرب هنا شنو يسوي؟ هل يسحب واحد ويبدله؟ هل اثنين وانا اطلعهم؟ ولا احاول قدر المستطاع اصلح بينهم؟ بس الشكل الوضع راح يكبر يعني لنهايه المباراه. وهو على حسب حاجته للمباراه وحاجه اي لاعب اهم اذا كان في واحد مسبب مشكله كبيره. زائد انه ترى يعني انت سؤالك ممتاز، احنا ناخذ امور في علم النفس في ورش العمل. صحيح. فيعطونا مثلا الدكتور عندنا احنا دكتور جدا مميز احمد القلاف، برافو، اعطاني محاضره، اعطاني محاضره في قطر اشادوا فيه القطريين. نعم. ريال ما شاء الله جدا متطور وقاعد يدخل لنا حالات في المباريات حاليا. نعم. فهالامور هذه شلون المدرب يتعامل على اساس ينجح المباراه وينجح اللاعبين؟ نعم. تصير هذه الامور، ولكن أي. اذا تكررت هذه المصيبه أي. ممكن يدش لاعب مزاجه سيء يغلط يتسجل هو يتسبب في خطا من الاهداف، فشلون تعالج انت الامر؟ لازم تعرف شلون تمشي الامور وتشوف منو الخلل، منو اللي عنده الخلل، وشلون تكلمه، شلون شخصيته. صح. هل يتقبل لما اعطيه المسج وانا عند خط الملعب، او انطر لما في الاستراحه بين الشوطين اكلمه؟ صح. فكل هالامور شلون المدرب، عشان كذي اقول لك المدرب لما يكون قريب عند الفريق راح يعرف كل التفاصيل هذه وتصير سهله عنده طريقه التعامل. جميل. وانا يعني استذكر بعض اللحظات واللقطات، اذكر اللاعب الجنوب افريقي في كاس العالم 98 بيار عيسى تسبب امام المنتخب الفرنسي اتوقع بهدفين او ثلاثة اهداف، والامور طبيعيه ولا حد لامه ولا حد قال له شيء، ويعيش حياته بسلام. هذا الامر الغريب انه عاش بسلام. العموم خلونا نطلع بهذا التقرير ورادي. التدريب الرياضي في كره القدم من أهم الوسائل التعليمية الرياضية التي تهدف إلى الارتقاء بالرياضة إلى المستويات العليا، وهي عملية تربوية منظمة ودقيقة جدا، إذ تتطلب الوقت وبذل أقصى جهد لتطوير المهارات الحركية والبدنية والتكنيكية والتكتيكية للاعب، مع مراعاة التدريب بالاعتماد على عناصر الرياضة البدنية. ردينا معكم بعد التقرير. كابتن أسامة، ودي أسألك سؤال بعدين بنتطرق إلى استراتيجية جميلة إحنا نعيشها هالأيام ونبي نسولف عنها. كونك مدرب، أي أسلوب تتخذ أو طريقة لعب بداخل الملعب؟ 4-4-2، 3-5-2، 3-6-1 إلى آخره. سؤال مهم حق لاعب ناشئين المراحل السنية. اللاعب البراعم ما يقدر يتقبل اكثر من جمله واحده تكتيك داخل الملعب. يعني انا اعطيك اللاعب العادي، حلو، مو الموهبه، تعطي ممكن جمله جملتين فقط. لاعب الاشبال 15 سنه ممكن يتقبل ثلاث جمل عشان يحفظها ويطبق لك اياها في الملعب. حلو. لاعب الناشئين لا، حاله حال درجه اولى، كثر ما تعطيه كثر ما راح يستوعب ويطبق. جميل. فأنا بالطرق يعني أنا دربت في الأشبال ودربت في الناشئين. أنا الموسم اللي طاف لعب 3-5-2. حلو. فريقي هجومي طبعا. أي. الناس أنا أضحك عليهم لما نسولف إحنا يقولون 3-5-2 ليش دفاع؟ مو دفاعي. 3-5-2 الأطراف إذا زادوا أربعة واحد من نص، أنا قاعد أهجم 5-6 لاعبين. أنت طبعا على وظيفة اللاعب شنو راح تعطيه. ايه. فمالك شغل الطريقة، الطريقة مجرد كتابة رقة قبل المباراة. صحيح. إحنا كنا نهجم 7 لاعبين، تخيل يعني. ايه. 3 مدافعين 7 نهجم جدام جدام. الدليل أن 7 وتوفقنا فيها. حلو. إحنا أعلى معدل أهداف تقريبا 39-41 جول. حلو. سجلنا وعليكم علينا 4 أهداف 5 أهداف، ما شاء الله، 4 منهم كرات ثابتة، بلنتيات. أوكي. 3 وفاول 1 وواحدة هجمة. ما شاء الله. فكان بالضبط، فكان كان كان عندنا بالثلاثة خمسة اثنين كنا جدا ناجحين، ولعبت 4-4-2 الموسم اللي قبله، أيضا سجلنا معدل أهداف كبير. حلو. إذا بدام فريقي هجومي فأنت لازم كمدرب تبحث الطريقة اللي الجملة السهلة حق اللاعب الناشئين اللي يستوعبها. حلو. أنا ما أقدر أعطي حق لاعب جملة أقول له مثلا تحرك في 3 أماكن في 5 ثواني، مثال يعني. إيه. ف
فصعب لاعب الناشئين ما يقدر. فانت تعطيه جمل سهله يطبقها في الملعب، لازم تشرح حق اللاعب في كل منطقه ايش يسوي في الملعب. تمام. حتى اذا قلت والله هذا قلب دفاع ما يوصل هنا، مو انت يمكن في المباراه مثلا دش بهجمه لعب وانتو كمل كمل فيها. اي انا دائما احب اللاعب الابداعي، انا احب اللاعب الابداعي. يعني اذا سو اذا مثلا انا قلت لهم 1 2 3 وهو سوى 4 ونجحنا اصفق له. اكيد في مدربين انا اشوفهم اصبون لا انا شنو نجح الولد فعطى الحافز نجح. صح. شكرا لك كابتن اسامه المنصور على تواجدك هنا في قناه اللعبه اللي شرحك الكامل. نتمنى فعلا هذه الاستراتيجيه نشوفها على ارض الواقع، وفعلا مستوى اللاعبين يرتفعون اكثر بلياقتهم البدنيه بالتفكير بمواهبهم حتى الكرويه، نشوف مثل ما تفضلت كلمه الابداع، وهذا احنا ما نتمناه ان شاء الله. شكرا لك. الله عفو. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام من خلال متابعتكم لنا في قانون اللعبه على مدار هذه الحلقات والشرح الكامل الوافي لتدريب كره القدم داخل الميدان او داخل المستطيل الاخضر، سواء كان على الدكه، سواء داخل العشب الاخضر اثناء المباريات او حتى اثناء التمارين. الملتقى يتجدد في الغد ورياضه اخرى، فما الله.